كلمة السيد أحمد سامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخوان اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الأخوات، سيد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، السيد الأستاذ جان كلود ديبون رئيس الاتحاد الدولي للألعاب الرياض، رئيس الاتحاد الدولي أستاذ محمد الأماح رئيس الاتحاد المصري وسكرتير عام الاتحاد الدولي للسكواش. تحية لكم جميعا من أخبار اليوم، تحية من المنظم. نحتفل اليوم بافتتاح نهائيات بطولة كأس العالم للبلياردو الفرنسي للثلاثة أضلاع التي تنظمها مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع الاتحادين المصري والدولي لألعاب البلياردو للسنة التاسعة على التوالي. واليوم ونحن نحتفل بهذا الحدث العالمي الرفيع، نرحب بكل أبطال العالم المشاركين ونقدر إصرارهم على المشاركة في الدورة وتمسكهم بالحضور إلى مصر أرض الكنانة والسلام في أحضان بقعة من أجمل بقاعها السحرية، تصديقا لما جاء في القرآن الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وليؤكد للعالم أجمع أن مصر كانت وما زالت وستبقى أكثر دول العالم أمانا. إن مشاركة أبطال العالم من الأول وحتى الثامن عشر في التصفيات في التصنيف الدولي في الدور الأول جعل البطولة محط للأنظار، وهو ما جعل شركة هوزوم الفرنسية تقوم بنقل كل أدوارها ومنافساتها إلى 167 دولة بجميع قارات العالم على الهواء مباشرة بطريقة الفيديو ستريم، مع تقديم فيلم تسجيلي عن الأماكن السياحية بمحافظتنا الجميلة محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة. ولا شك أن مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى تسري العملية السياحية بمعناها الواسع، السياحة الرياضية، وهو مصطلح انتشر في كل أرجاء العالم منذ فترة ليست بالقصيرة. والسياحة الرياضية أصبحت من عوامل الجذب الكبرى للسائحين، ويكفي أن نذكر أن هذه البطولة تستقطب 128 لاعباً من 20 دولة، هي ألمانيا وبلجيكا وهولندا، فرنسا، السويد، الدنمارك، إيطاليا، اليونان، أسبانيا، النمسا، فيتنام، تشيك، كوريا وتركيا والأردن والإكوادور، إلى جانب لاعبين من مصر وصلوا في الأدوار الرئيسية والأدوار التمهيدية وعلى رأسهم البطلين سامح سيدهم ورياض نادي. ويصحب هؤلاء الأبطال أعداد كبيرة من أسرهم وأصدقائهم، بما يحقق ما يقرب من 1500 ليلة فندقية بمدينة الغردقة. وبهذه المناسبة لا يفوتنا أن نشيد بدعم ورعاية وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة للبطولة، وأيضا دعم وزارة الدولة للرياضة ومحافظة البحر الأحمر على رأسها سيادة اللواء محمد كامل وسلسلة قناة سان رايز وعدد من الشركات الراعية ورجال الأعمال. ولا يفوتني أيضا أن أوجه التحية والتقدير لرجال الاتحاد الدولي للألعاب البلياردو برئاسة جان كلود ديبون والاتحاد المصري للعبة برئاسة المهندس محمد الأماح. وأود أن أرسل تحية خاصة إلى السيد ويلفين ريدمان رئيس الاتحاد الأوروبي الذي عشق هذه المدينة واشترى مسكن فيها خاصا له، ونحن نأمل أن تخرج هذه البطولة على أحسن وجه. نتمنى أن نراكم في العام القادم والذي بعده، وقد استقرت الأحوال في كل ربوع العالم بما يعود على البشرية جميعا بالنماء والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.